الحليب وتركنيها لمدة 10 دقايق. اللبن الحليب بيمتص اي سموم موجوده في الكبده، وبتبقى هي دي طريقه يعني الطريقه الصح ان احنا نتخلص من الزفاره ونتخلص من اي حاجه مش حلوه مش عجبانه في الكبده بالطريقه دي. لكن هتحط لها ليمون، هتحط لها خل. الليمون والخل دولت مواد بتهري الكبده، هتدخلها في التسويه اصلا، فاهمين قصدي؟ فمش صح ابدا ان احنا نحطها في ميه ونحط خل ونحط ليمون عشان نشيل الزفاره علشان مش عارفه ايه، ده كلام مش صح، ده بيخش في انسجه الكبده وبيخليها يعني تخش في سن التسويه. تخيلوا من كتر ما الكبده اصلها رقيقه كده وعسوله، انا بموت في الكبده انتوا عارفين. فان احنا نحطها في اللبن ده هيبقى افضل بكتير، وثلاث اربع معالق كبار من اللبن مش حاجه يعني. وبعدين بتصفيها، بتنزل اي بقى لبن متبقي او حاجه وتشتغلي على طول بالكبده بعد كده، تمام؟ طيب معانا كمان عصير طماطم، يعني مثلا اربع طماطميات مضروبين في الخلاط، عليهم معلقه صغيره من معجون صلصه الطماطم، فبتبقى جاهزه معانا كده قوامها مظبوط. معانا بصل، معانا ثوم، البصل بقى متقطع شرايح او متقطع مكعبات براحتك، كميه البصل برضو براحتك، ممكن تحطي بصلتين كبار كده حلوين او بصلايه واحده مفيش مشكله. معانا فصين من الثوم المفروم، وهنحتاج معلقه كده حلوه من الكمون، وطبعا معانا ملح وفلفل وحته سمنه بس. وكلي بقى احلى طاجن كمونات الكبد، خطير. احنا بنسويه كله في الطاسه وبعدين بننقله في الطاجن، يدخل بس كده الفرن، يشم كده الفرن وياخد وش خفيف وبس، وبيبقى خطير ان شاء الله تجربوه. كده اهو نجيب حته سمنه كده، يعني مش كتيره، حته سمنه كده، معلقه صغيره من السمنه كده. ومعانا الكبده، بصوا بقى الكبده الفريش بيبقى لونها بني محمر، ما فيهاش اي سواد ولا اي حاجه، بنشيل القلب منها، بنشيل اي عروق فيها دم منها بالسكينه، وزي ما قلت لكم بننقعها في اللبن، بتبقى خطيره، نظيفه وفريش وزي الفل. ننزل بالكبده الله 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 يا حبيبة قلبي، اهي الكبدة دي بقى في قلبي قوي، هي نمبر 1 لعلمكم. ياه عليك وعلى حلاوتك، يعني انا بس ادوني الكبدة دي ورغيف بلدي وانا هفطر على جنب كده وخلاص والله. ومش هضايقكم بس، والحمد لله والله، وهبقى فرحانة قوي. يعني الطاسه دي ورغيفين بقى، عشان رغيف واحد بصراحه مش هشبع، رغيفين بلدي كده حلوين، ويا سلام. يعني الاكل يا جماعه قادر على انه هو يغير مودي تماما. لما ببقى متضايقه مخنوق اي حاجه، افكر في الاكل واكل الاكله اللي انا بحبها، ببقى واحده ثانيه. بصوا الكبده، بصوا حلاوتها، ايه ده ايه ده، يا نهار ابيض، اخ يا كبده. نحط بصل ونحط ثوم ونقلب، الله الله، متخيلين كبده وبصل وثوم بس ورغيفين عيش زي ما قلت لكم. وخلاص انا موافقه، انا راضيه. كده ملح وفلفل وفلفل وكمون، معلقه مش كبيره يعني كده بس. عايزه تحطي رشه كزبره تنفع، عايزه تحطي كمان رشه شطه، يا سلام. نقلب بقى، فاضل بس الصلصة هنحطها، وبعدين ننقل الكلام الحلو.
خطير. عايزه رز بشعريه ومن الصلصه دي مع الكبده، يا سلام. وعايزين تحطوا معاها كمان قلوب، لو الكبده مع القلب كمان بتاع الفرخه، يا سلام. حاجه كده خطيره ناكلها ونقول الله ونقول الحمد لله. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. استاذه سمر جابت لكم الطاجن اللي خلصان الحلو ده، عشان بعد الفطار نحط الطاجن ده ياكلوه، وانا هاخد الطاجن ده ايوه ومعاه رغيف، رغيفين عيش بلدي وبس. والله مش طماعه ابدا اهو. بس فاصل بسرعه، وبعد الفاصل نرجع نعمل بلح الشام من غير بيض ولا اي حاجه، اقتصادي مقرمش لغايه تاني يوم، وازاي نشيله في الفريزر ونطلعه نقليه على طول. بصوا خطير، خليكم معانا بعد الفاصل. انا جيت. يلا نعمل بلح الشام الاقتصادي، وصفه حلوه جدا جدا، هيفضل مقرمش معاكي لطيف، مش هنستخدم فيه بيض خالص. ايه بقى القصه؟ بصوا، انا هحتاج اعمل حاجتين، الخليط اللي هو الجاف، وبعد كده ايه الخليط السائل اللي هنحط عليه بعد كده الخليط الجاف. طيب الخليط الجاف عباره عن ايه؟ معايا كوبايتين، لا مش كوبايتين، ثلاث كوبايات من الدقيق، دقيق اي حاجه، 3 كوبايات من الدقيق، هنحط عليهم 3 معالق كبار من السميد بتاع البسبوسة. تمام، 3 كوبايات دقيق عليهم 3 معالق كبار من سميد البسبوسة، معانا نص كوباية من النشا، تمام، ورشة ملح. حلو كده، دول كلهم بنحطهم مع بعض الأول في بولة ويبقوا جاهزين معانا. ونحضر بقى على النار، معانا 3 كوبايات ونص من المية، هنحط عليهم 4 معالق كبار من السكر و4 معالق كبار من الزيت. هنستخدم فيه زيت، عايزه تستبدلي الزيت بزبده او بسمنه ينفع، مفيش مشكله، وكيس فانيليا بس كده. وبنربط الكلام ده كله كده مع بعض، وبتبقى عجينه بلح الشام خطيره. تعال نحضر الخلطه الاولانيه، 3 كوبايات من الدقيق عليهم رشه ملح ونشا وسكر اهو، ودول كده ايه بنقلبهم سوا مع بعض، وبتبقى ايه الخلطة الجافة. هنيجي بقى على النار ونحط بقى مية، مية عادية خالص، هنحط تقريبا قلنا قد ايه مية، 3 كوبايات ونص. بنفس الكوباية اللي عايرنا بيها الدقيق، خلوا بالكم محتاجين نعاير بيها المية اللي هنحطها في الحل. فانا معايا نفس الكوباية، محتاجة 3 كوبايات ونص من الميه، 1 2 3 ونص بس كده، 3 كوبايات ونص. وهنحط معاهم الزيت، 3 معالق كبار من الزيت، نقدر نستبدل الزيت على فكره بزبده او بسمنه، مفيش مشكله خالص براحتكم، تمام. والسكر عايزين بقى ايه، بصوا الكلام الحلو ده، ننزل عليه خليط الدقيق اللي احنا حطينا عليه السميد والسكر والفانيليا ورشه الملح والنشا، تمام. ننزل بقى كده ونقلب، اهو ونقلب علشان ايه ينعم معانا على درجه حراره متوسطه، يدوب كده ونبتدي ايه نكمل بقيه المقدار. هيفضل كده على النار لغايه ما يتقل معانا، زي ما بنعمل بلح الشام العادي خالص، مفيش منه مشكله ابدا. نعلي بقى النار اول ما الدقيق داب كده، ومش هنسيبه بقى خالص،
هيبتدي بقى يغلي. اول ما يبتدي يغلي هتلاقيه يبتدي بقى يتقل معاكي. عايزه تحطي الدقيق اول ما الميه تسخن ممكن تعملي كده، بس خوفا من ان هو يكلكع معاكي ويضايقك خليه افضل كده والميه لسه ايه يعني ما سخنتش قوي. بس كده يفضل كده ايه نقلب فيه. ممكن اجيب المضرب عشان بس ايه اطري كل الدقيق اللي موجود. يبتدي يتقل براحته بقى، اول ما يبتدي يتقل خلاص تمام لازم يهدى ويبرد. بنعمل ايه؟ ممكن بقى في طبق او على الكاونتر تفضلي تقلبي فيه كده مع دهن الزيت على الكاونتر نفسها، تفضلي كده تقلبي فيه علشان ايه يتفتح ويدخل له هواء ما يبقاش سخن عشان نعرف نتعامل معاه وناخد منه ونحطه في الكيس الحلواني ونبتدي بقى نحمر. طيب لو احنا دلوقتي انا بقى بقول لكم كل التفاصيل وهو بيتقل. طب احنا دلوقتي يا مروه بقى عايزين بقى تقول لنا ايه ازاي نحطه في الفريزر. بصوا بنفس الطريقه دي بنفس المكونات وكل حاجه، بعد ما نحطه في الكيس الحلواني بتجيبي صينيه، صينيه فرن كبيره، وتقومي عامله تشكيل بلح الشام عادي، بس بدل ما نحطه في الزيت حطيه في صينيه، صينيه مدهونه كده او عليها ورق زبده تمام، ودخلي الصينيه دي الفريزر. عايزين بلح الشام ده يبقى جامد كده ومتحجر في الفريزر تمام. اول ما يتحجر معاكي اي كيس لمي شكراً يا سماسيو. اهي عجينه متماسكه تمام التمام. اهي لازم تبرد ضروري جدا جدا انها تبرد. تفضلي بقى تقلبي فيها لغايه ما تبرد، تحطيها شويه في التلاجة مثلا يعني براحتك. شيل الحله بس كده نوسع مكان اهو. نجيب المعلقه الخشب برضو اهو. بصوا قلنا كده يا استاذه سموره اهو ملمسه خطير، يهدى ويبرد ونبتدي بقى نحطه في كيس الحلواني
علشان نبتدي نحمره في الزيت، او تعملوا الحركه اللي انا قلت لكم عليها في صينيه فرن اهو. ومعايا المقص، فين المقص الصغير يا شباب؟ مش لاقينه، خلاص مش مهم. بصوا اهو، هندوس هنا كده على، انا طبعا بارد وحطيناه في كيس حلواني اهو، ندوس كده عليه. اتقطع الكيس؟ ماشي، الكيس اتقطع. هو معرفش يعني بلح الشام مضايقنا ليه؟ مضايقنا ليه بلح الشام؟ ليه يا ابني كده؟ عشان شلنا البيض؟ حد قال البيض ولا ايه؟ حد بلغ البيض؟ لا لعلمك هعملك، يعني هعملك اهو. بصوا بالمقص كده اهو. تقيل وبارد او ساقع، الشربات عباره عن كوبايتين من السكر، كوبايه من الميه، يغلوا لمده خمس ست دقائق، ننزل عليهم بعصره ليمونه وكيس من الفانيليا وبس اهو، كفايه كده. هيفضل بقى يتحمر كده ويقب كده في الزيت وياخد لون لذيذ، نشيله ونحطه في الشربات وناكله بعد كده، بيفضل مقرمش لغايه تاني يوم.